الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، نسأله المزيد من فضله، نؤمل منه خيرا ورحمة، نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المشتملة على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ونبتدئ أو نكمل في هذا اليوم تفسير سورة يونس، وفي أولها نداء من الله إلى الناس أجمعين بتذكيرهم بفضل الله عليهم بإنزال القرآن وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نستمع إلى آيات من آيات الذكر الحكيم لييسر الله بفضله وإحسانه شيئا من معانيها، فليتفضل القارئ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات ما تفضل عليه على الخلق من إنزال هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم وما فيه من الخير والهدى الذي عم الخلق أجمعين، فإن فضل الله على الناس بإنزال هذا الكتاب يشمل مؤمنهم وكافرهم، فإنه قد أنزله للناس أجمعين، وبالتالي على الإنسان أن يعرف أن نعمة الله عليه بإنزال هذا الكتاب قد تمت. وبالتالي هذه الآيات تصف هذا القرآن العظيم بعدد من الأوصاف، أولها أنه موعظة، بمعنى أنه يجعلكم تتهيئون لما تستقبلونه من نتائج عظيمة، فهذا الكتاب فيه تذكير لكم وموعظة ونذارة بحيث تسعون إلى استجلاب رضا الله والابتعاد عن مساخطه. وأما الصفة الثانية التي اشتمل عليها هذا الكتاب فإنه شفاء لما في الصدور، وفي الصدور أشياء متعددة من مثل الجهل الذي يكون القرآن قاضياً عليه، ومن مثل الشكوك والترددات التي قد تكون في قلب الإنسان، فالقرآن يشفي من هذه الشكوك. وفي القرآن أيضا جواب عن أسئلة تنشأ في قلوب الناس تجعلهم يحتارون ولا يعرفون الحق من الباطل. وهكذا في القرآن دواء من أمراض الشهوات التي تجعل الإنسان يقدم على المعاصي والفواحش فتوبق دنياه وآخرته، ففي القرآن شفاء لما في الصدور من رغبة في الشر والسوء، بحيث تكون زواجر القرآن ناهية عن الاستجابة لهذه الشبهات. وأما الوصف الثالث لهذا القرآن فإنه هدى، بمعنى أنه يرشد إلى الخير ويجعل الإنسان يدخل في أبواب الصلاح، وما ذاك إلا لاشتماله على الأدلة والبراهين العظيمة بما يكون سبباً من أسباب صلاح حال الإنسان ووصوله إلى درجات الهداية. وأما الصفة الأخرى فهي صفة الرحمة، وذلك أن هذا القرآن سبب لنزول الخيرات في الدنيا والآخرة، فهو يجعل العبد راحماً ومرحوماً، يرحمه الله بكونه يسير على مقتضى الشرع فيصل إلى أفضل النتائج ويصل إليه الخير، وهكذا يكون رحيماً بعباد الله يرحمهم. فإذا حصلت هذه الأوصاف العظيمة في هذا القرآن فهنيئاً لي من كان كذلك، ولكنه لا يستفيد من هذا القرآن في هداه ورحمته إلا أهل الإيمان،
بينما يكون من شأن المعرضين أن يكون قيام حجة عليهم. ثم قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، أي إنزال هذا الكتاب وكونه مشتملا على هذه الصفات هو من نعمة الله على العباد، فهو الذي تفضل بها وهو الذي أنعم بها جل وعلا. وبرحمته يعني أن نزول هذا القرآن ووجود هذا الدين العظيم الذي يفرد فيه الله بالعبادة والذي يكون سببا من أسباب النجاة إنما هو رحمة من عند الله جل وعلا. فثم قال: فبذلك فليفرحوا، بهذا القرآن وبهذه الشريعة وبهذا النبي ينبغي بالإنسان أن يكون عارفا مقدارها وبالتالي يتمسك بها فرحا مسرورا مستبشرا بهذا الوحي الإلهي النازل على الخلق. ثم قال: هو خير مما يجمعون، أي أن التمسك بهذا الدين أفضل وأحسن عاقبة حالا ومآلا من متاع الدنيا وما فيها من اللذات. فإن نعمة تمسك الإنسان بدينه وابتعاده عن المحرمات والمكاسب الخبيثة التي مما يجلب سعادة الدنيا والآخرة خير من أن ينال الإنسان مكاسب محرمة تكون سبباً لوباله وهلاكه دنيا وآخرة. كيف وهذه الدنيا زائلة عما قريب، فكيف يؤثر الإنسان الزائل على الباقي؟ وحينئذ ينبغي بالمؤمن أن يكون منشرح الصدر منبسط القلب بهذا الدين شاكرا لله جل وعلا أن هداه ليكون من أهل القرآن وليكون من أهل هذا الدين، ومن ثم يكون راغبا شديد الرغبة في التمسك بتعليمات هذا القرآن. كيف لا وقد هدى الله به العبد، وكيف لا وقد شفى الله بهذا القرآن ما في صدره، كيف لا والله جل وعلا قد جعله رحمة للعباد. ولذلك على الإنسان أن يكون مستبشرا بكتاب الله وبالاهتداء إلى شرع الله والسير على مقتضى ما فيه من الحق. وحينئذ نعلم أن قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين في سورة القصص، يراد به الفرح بالشر أو بالكفر أو بالباطل، أما الفرح بالحق فإنه من الأمور المحمودة المرغب فيها شرعا. وخاطب الله جل وعلا بعد ذلك المشركين الذين يحللون ويحرمون بدون أن يكون تحريمهم وتحليلهم مستندا إلى أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: قل أرأيتم، يعني خاطب هؤلاء المشركين الذين يفعلون أمرا منكرا ألا وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقل لهؤلاء الذين ساروا على بدعة عظيمة بنسبة أشياء إلى الله لم ترد في شرعه، فقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني شاهدوا
ما تفضل الله به عليكم من أنواع الخيرات مما تأكلونه من مثل الحيوانات التي أحلها الله جل وعلا لتكون رزقا لكم وللعباد. فما كان منكم أيها المشركون إلا أن قسمتم نعمة الله ورزقه فجعلتم منه قسما حراما وقسما حلالا. فقد حرموا أشياء من مثل ما ذكره الله في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهم في نفس الوقت أحلوا أشياء قد حرمها الله من مثل إباحتهم للميتات ولأكل الدم. فحينئذ عاتبهم الله بكونهم يفعلون هذا الأمر وقال لهم: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أي هل الله هو الذي شرع لكم أن تقوموا بهذا التحريم والتحليل، أو هو من افترائكم على الله وكذبكم عليه جل وعلا؟ والكذب على الله شنيعة وعظيمة من العظائم. ولذا قال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، أي ما هو الذي يعتقدون أنه سيصل إليهم من العقوبة الشديدة. فالله جل وعلا سينزل بهم العقوبات لكونهم قد افتروا على الله وفي يوم القيامة سينالهم العذاب الشديد، كما قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم ذكر الله جل وعلا تفضله على العباد بأنه قد جعل لهم شرعا يكون سببا من أسباب الخير لهم، فإنه لم يمنعهم إلا مما فيه مضرة عليهم ومما يكون سببا للسوء الذي يرد إليهم، والله قد أباح لهم ما عدا ذلك. وهذا من إحسان الله للعباد وتفضله عليهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهم لا يقومون بتحريم ما حرم الله وتحليل ما حل الله، بل يخالفون رب العزة والجلال في ذلك. ومن شكر الله على نعمته أن لا يحرم الإنسان ما أباح الله عليه، ومن شكر الله على نعمته أن ينسب هذه النعم إلى الله جل وعلا، ومن شكر الله على نعمته أن يستعين الإنسان بهذه النعم على طاعة الله لا على معصيته جل وعلا. ومن هنا على الإنسان أن يستشعر أن الله جل وعلا قد تفضل عليه بإنزال هذه الشريعة. ثم قال تعالى: وما تكون في شأن، أي إن جميع أحوال العبد التي تكون مارة به، وما تكون في شأن أي جميع الأمور التي تمر عليك من أفعالك وأقوالك ومشاهداتك، فهذا كله قد شهد الله عليك به. فالله مطلع على جميع أحوالك، لا يخفى عليه شيء من أمورك. فجميع حركات العباد وسكناتهم يطلع الله عليها، وحينئذ على العبد أن يستشعر أن الله جل وعلا يراقبه. ثم قال: وما تتلو منه من قرآن، أي هذا القرآن الذي أوحاه الله إليك، ما تتلو أي ما تقرأ منه، أي
من وحي نزل من عند الله جل وعلا، وما تتلو منه من قرآن، يعني هذا القرآن العظيم الذي نوه الله بذكره قبل ذلك. قال: ولا تعملون من عمل، أي أن جميع ما تلوتموه من القرآن، ولا تعملون أي عمل، ولا تفعلون أي فعل، سواء كان فعلا كبيرا أو فعلا صغيرا، إلا والله جل وعلا مطلع عليكم فيه إذ تفيضون فيه، أي بمجرد بدئكم لهذا العمل وكونكم تبدأون به وتشرعون فيه، فالله جل وعلا مطلع عليكم فيه. وما يعزب عن ربك، أي لا يبعد عن علمه جل وعلا شيء من أفعال العباد. ولذلك على الإنسان أن يستشعر أن الله جل وعلا لا يغيب عنه أمر من أمور الخلق، سواء كان صغيراً أو كبيراً، فسمعك وبصرك وحديثك وجميع شأنك معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع ما في الكون حتى ولو كان شيئاً يسيراً فإن الله مطلع عليه، وجميع ذلك قد سجل في اللوح المحفوظ قبل أن يقدم العباد عليه. فالله جل وعلا له علم بالحوادث قبل وقوعها، وله اطلاع عليها حال وقوعها، وجميع ما في الكون قد تم تسجيله في اللوح المحفوظ، والله قد شاءه وخلقه سبحانه وتعالى. فعلم الله محيط بجميع الوقائع، واللوح المحفوظ قد كتب فيه جميع الحوادث بلا استثناء. ثم ذكر الله جل وعلا تنبيهات متعددة، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ثم قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فقوله ألا هذه أداة لتنبيه الأذهان من أجل أن تستشعر العاقبة الحميدة التي تكون لأوليائه. فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله، فنسب هؤلاء الأولياء إلى الله، بمعنى أنهم تولوا الله وتولاهم جل وعلا. فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي أنهم في مستقبل أيامهم لا يهتمون ولا يخافون من أي وقائع مستقبلية، فهم يثقون في الله ويحسنون الظن فيه جل وعلا، وبالتالي يتطلعون إلى رحمة رب العزة والجلال، وهم في نفس الوقت لا يحزنون، أي لا يتأسفون ولا يصابون بشيء من الأسف والحزن وعدم الرضا عما فاتهم من أيامهم السابقة، لأنهم إنما أورثوا وعملوا أعمالا صالحة يرجون ثوابها يوم القيامة، وما جاءهم من المصائب تعاملوا معه بالصبر وبمقتضى الشرع فكان خيرا لهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ أولياء الله من قاموا بعبودية الله،
أعطاهم الله عقولا ليجمعوا بين العلم بأحكام الله والعمل بشرع رب العزة والجلال، فكانوا أولياء الله. وحينئذ يستشعر الإنسان أن هؤلاء الأولياء قد جمعوا صفتين، الصفة الأولى الإيمان والصفة الثانية التقوى. فقال الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره. وحينئذ أورثهم ذلك أن كان عندهم أعمال صالحة وأقوال صادقة واعتقادات صحيحة، فإن الإيمان يجمع هذه الأمور جميعا. وفي نفس الوقت كانوا يتقون، أي هم من أهل التقوى. ولاحظوا أنه قال يتقون بالفعل المضارع، مما يدل على استمرارهم على ذلك. والتقوى تكون بإقدام الإنسان على الطاعة وإحجامه عن المعصية بامتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي. فلا يكون الإنسان من أولياء الله إلا إذا كان مؤمنا تقيا. وأما من لم يكن من أهل هاتين الصفتين فليس من أولياء الله. وليس من حق أولياء الله أن نصرف لهم شيئا من خصائص الله كالعبادة أو اعتقاد التصرف في الكون أو علم الغيب، فهذه أمور استأثر الله بها فلا يجوز أن تعطى لأحد سواه. فأولياء الله حقهم المحبة والتقدير والدعاء لهم والاقتداء بفعلهم الصالح. أما العبادة فهي حق لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يجعلها لأحد سواه. والدعاء لا يجوز أن يصرف لأولياء الله، وإنما يصرف إلى الله جل وعلا، كما قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال لهم البشرى، أي أنهم يبشرون بمستقبل حسن، سواء بالرؤية الصادقة أو بما يجعله الله في قلوبهم من طمأنينة وتصديق بوعد الله وإحسان ظن في رب العالمين. وما يأتيهم من البشارة في الدنيا من مثل الثناء الحسن والمحبة التي تكون في قلوب المؤمنين، وهكذا من البشارة لأهل الإيمان ما يراه العبد من لطف الله وتيسيره لأحسن المآلات ولأفضل الأعمال ولأجود الأخلاق، مع صرف العبد عن سيء الأقوال والأعمال والأخلاق. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، وقيل من البشارة في الحياة الدنيا ما يبشر به الإنسان في قبره بأن يفتح له على الجنة ليناله شيء من ريحها وليشاهدها. وقوله بعد ذلك وفي الآخرة، يعني أن لهؤلاء الذين هم أهل الإيمان والتقوى البشارة في الآخرة. وقد قيل بأن مما يشمل البشارة في الآخرة ما يبشرون به عند الموت وعند قبض أرواحهم، فإن الله جل وعلا ينزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن البشارة في الآخرة ما يكون في قبر الإنسان مما يبشر به من رضا الله تعالى ومما يناله من النعيم في القبور.
وهكذا لتكون البشارة التامة في الآخرة بأن يسلم الإنسان من تلك المواقف العصيبة وينجو في ذلك اليوم على جسر جهنم فلا يسقط فيها، ثم يدخل جنان النعيم ويفوز برضا الرب جل وعلا وينال أعظم مقصود برؤية رب العزة والجلال. ثم قال: لا تبديل لكلمات الله، أي أن ما قدره الله جل وعلا من البشارة الحسنة لأولياء الله وما يكون لهم من نفي الخوف والحزن هو وعد صادق من عند الله جل وعلا لا يمكن أن يتخلف، وليس في قدرة أحد أن يبدله أو أن يغيره، لأنه وعد من صادق ووعد من قادر ووعد ممن يتولى الأمور جل وعلا لا يعجزه شيء. ثم قال: ذلك، أي ما يناله هؤلاء العباد من أولياء الله هو الفوز العظيم، أي الكبير الذي شمل أو وصل إلى أعلى درجات الفوز، فإنه تضمن النجاة من نار جهنم وتضمن النجاة من السوء والشر، كما تضمن الفوز بنيل مراتب الخير والإحسان في جنان الخلد. وقوله هنا الفوز العظيم يعني أنه أكبر درجات الفوز وأعظم محال الفوز. وبالتالي على الإنسان أن يستشعر أن تمسكه بهذا الشرع سبب لنيله خيري الدنيا والآخرة، وعمل الإنسان بكتاب الله من أسباب نيله للنجاة العظيمة. ثم قال تعالى: ولا يحزنك قولهم، أي لا تتألم ولا تتأسف من تكذيبهم لك وصدهم الناس عنك ووصفك بالأوصاف الكاذبة السيئة، فمما يريدون به القدح فيك وفي دينك، فهذا لا يضرك شيئا، بل قد يكون سببا من أسباب رفع شأنك وسرعة ذكرك وانتشار ذكرك في الخلق. فحينئذ على الإنسان أن يستشعر أن ما يكون من أقوال هؤلاء المكذبين إنما هو لصالح المؤمن، فإن الله جل وعلا يملك العزة، وبالتالي فهو يعز من يشاء، ومن ثم قد يكون قولهم وتكذيبهم ووصفهم لك بالأوصاف السيئة من أسباب رفع شأنك وإعزاز مكانتك، فإن العزة بيد الله، كما قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ومن ثم فطريق نيل العزة يكون بطاعة الله جل وعلا وبإكثار العبد من ذكره سبحانه وتعالى، فقد جعل الله العزة لأهل الإيمان كما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال: هو السميع العليم، أي أنه يدرك جميع الأصوات، فهو سامع لما يقوله هؤلاء المشركون من القدح فيك وسبك وصد الناس عنك، وبالتالي لا يخفى عليه ما يتكلمون به من الكلام السيء، وهو عليم يعلم بأفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم وأفعالهم. ومن ثم استشعر
هذا المعنى أن الله أنهم كما سبوا هذا النبي يسبون دينه ويسبون الله جل وعلا، والله مطلع عليهم وقد أمهلهم لحكم يراها جل وعلا. ثم قال سبحانه: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، فكل من في السماوات فإن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، ثم إنه هو الذي يملكهم، وثم هو الذي يتصرف فيهم جل وعلا. ومن ثم نستشعر أن جميع من في الأرض من المكلفين فالله مالك لهم، مدبر لشؤونهم. ومن ثم نستشعر أن من كان كذلك وكان مملوكا لله لا يجوز أن تصرف له شيء من العبادات، بل يجب أن تصرف العبادة لله جل وعلا وحده. ولذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي أن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله سواء كانت من الأصنام أو كانت من بعض الموتى أو كانت لبعض الأحياء، فهذه المعبودات في الحقيقة لا تغني شيئا ولا تنصر أولياءها، وبالتالي لا يصح أن تجعل شركاء وتصرف لها العبادات. فالله هو الخالق لا هي، والله هو الرازق لا هي، والله هو المدبر لا هي، والله هو المالك ولا والله هو المالك، وهذه المعبودات لا تملك شيئا، وبالتالي لا يصح أن تجعل شركاء لله جل وعلا. ومن هنا وصفهم بأنهم إنما يتبعون الظنون الكاذبة غير المستندة على أدلة، فقال: إن يتبعون إلا الظن، أي لا يتبعون إلا مجرد الظنون غير المبنية على أدلة. وهذا الظن الذي هو مجرد فكرة وردت لأذانهم لا يغني من الحق شيئا، بل هو هباء هباء منثور بمثابة الأكاذيب والإشاعات الباطلة، فهو إفك وبهتان. ولذا قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي مجرد اعتقادات غير مبنية على دليل ومجرد ظنون ليست مستندة إلى شيء من الأدلة والبراهين، بل هي مبنية على مجرد احتمالات وردت لأذهانهم بدون أن يكون عندهم دلائل وبراهين صادقة. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، منها وجوب إعطاء القرآن مكانته من القراءة فيه والتدبر لآياته وإحسان العمل به، فهو حياة للقلوب وهو صلاح لأحوال العبد في دنياه وآخرته. وفي هذه الآيات الخطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم ليقرأوا هذا القرآن فيستفيدوا منه، ويكون هذا من أسباب نجاتهم في الدارين دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات بيان أن هذا القرآن فيه مواعظ تحرك القلوب إلى الله وتكون سببا من أسباب استجابة العواطف لنداء رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا بيان
أن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، فهو يزيل الشكوك التي فيها، وهو يزرع العلم فيها، وهو يعلق القلب بالله جل وعلا، وهو ينفي ما في القلوب من أمراض الشهوات والشبهات. وهكذا هذا القرآن فيه طريق الهداية إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وفي هذا القرآن أيضا أنه رحمة بالخلق أجمعين، فيكون سببا من أسباب ورود الخيرات لهم في دنياهم وأخراهم. ولكن رحمة الآخرة تختص بأن تكون للمؤمنين. وفي هذه الآيات أن نزول الشرائع والكتب وإرسال الرسل هو محض فضل الله ونعمته جل وعلا، فإن الله لا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه، وإنما تفضل على العباد بإقامة الحجج عليهم. وفي هذه الآيات فرح الإنسان بفضل الله وبما أنعم به عليه من التمسك بشرع الله والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن الفرح والاستبشار بالخير والعمل الصالح من الأمور الجائزة وليست من الأمور الممنوعة، مما يدل على أن الفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم بحسب ما يتعلق به. وفي هذه الآيات التذكير بزهادة الدنيا والترغيب بالزهد فيها، والمراد بالزهد أن يترك الإنسان ما يضره في الآخرة، وأن يشتغل بما ينتفع بها هناك. وليس معنى الزهد أن يترك الإنسان الدنيا، وإنما المراد بالزهد أن يستعمل الإنسان الدنيا فيما ينفعه في آخرته. ولذا كان أنبياء الله الذين بسطت لهم الدنيا من مثل داود وسليمان من عباد الله الزاهدين، وهكذا كان الصحابة الذين عندهم التجارة والأموال الطائلة من الزاهدين. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بما ينفعهم في الآخرة، فمزاولتهم للتجارة وعملهم بها يقصدون بها أجر الآخرة، فكانوا مأجورين زاهدين. وبالتالي لا تنافي بين الزهد وكثرة ملك الدنيا، بل قد يكون الإنسان عنده الأموال العظيمة ويكون من الزاهدين. وفي هذه الآيات تحريم التحليل والتحريم بناء أو بدون دليل شرعي، فلا يجوز لأحد أن يبيح أو يحلل أو يحرم شيئا من الأفعال إلا بناء على دليل. وفي هذا دلالة على وجوب الرجوع إلى الفقهاء فيما يقوله الإنسان من أحكام شرعية. وفي هذه الآيات العيب على المشركين والقدح فيهم بما كان عندهم من تحليل الحرام وتحريم الحلال. وفي هذه الآيات أن الأصل في الأرزاق والمطعومات هو الحل والجواز، فلا نقول بتحريم شيء من ذلك إلا بناء على دليل يرد في هذا. وفي هذه الآيات تحريم الفتوى بلا علم، وتحريم أن ينسب إلى الله ما ليس من شرعه، فلا يجوز لإنسان أن يفتي
إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد في الدين وكان محيطا بالأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله على العباد، فإن نعم الله عليهم عديدة كثيرة، وبالتالي على الإنسان أن يكون شاكرا لله في هذه النعم بأن يعترف بأنها من عند الله، وأن يتحدث بها بلسانه، وأن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التحذير من ترك الشكر لنعم الله، وبيان أن ذلك من أسباب سخط الله على العبد. وفي هذه الآيات عموم علم الله لجميع الوقائع وسعته لجميع الحوادث، فلا يحدث شيء في الكون إلا والله مطلع عليه عالم به، حتى ولو كان أمرا يسيرا أو فعلا قليلا. وفي هذه الآيات الترغيب في تلاوة القرآن، وبيان أنه محصى يؤجر العبد عليه. وفي هذه الآيات الترغيب في الأعمال الصالحة التي يطلع الله جل وعلا عليها. وفي هذه الآيات عموم علم الله، فلا يقع شيء في الكون إلا والله جل وعلا عالم به، فجميع الحوادث سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حتى ما عده الناس هامشيا وقليلا، فإن الله مطلع عليه عالم بما أقدم عليه العبد. وفي هذه الآيات التعريف برتبتين من مراتب القدر، وأولها العلم، فعموم الله محيط بجميع الوقائع، والثاني الكتابة، بحيث إن جميع الوقائع قد تم تسجيلها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق. وبالتالي يدعو هذا الإنسان إلى أن يستشعر مراقبة الله جل وعلا واطلاعه عليه. وفي هذه الآيات التنويه بمكانة أولياء الله، بحيث يعرف مقدارهم ومنزلتهم فيوالون ويدعى لهم، لكن لا يجوز أن يعطوا شيئا من خصائص الله، فلا يصح أن يقال بأنهم يعلمون الغيب، ولا يصح أن تصرف لهم عبادات كالدعاء والنذر والسجود، فهذه عبادات يجب إفراد الله بها، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وفي هذه الآيات أن أولياء الله من جمعوا بين صفتين، أولاهما الإيمان والثانية الاستمرار على التقوى، وقد جاءت النصوص بأن من جمع بين هذين الوصفين كان هذا من أسباب فوزه في الدنيا وسعة نعيم الله عليه، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي هذه الآيات بيان ما عليه أولياء الله من المؤمنين في كونهم يرضون بالقضاء والقدر، وبالتالي لا يحزنون على ما مضى، ولا يتأسفون على ما فاتهم من الخير، فإن الله هو الذي صرفه عنهم ولم يصرفه إلا لحكم يراها جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أولياء الله لا يخافون من المستقبل، لأنهم يحسنون الظن في الله جل وعلا، ويصدقون بوعد الله حينما وعد المؤمنين بسعادة الدنيا والآخرة
فصدقوا بوعد رب العزة والجلال، ومن ثم لا تجدهم يخافون على مستقبل أيامهم. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان والتقوى يبشرهم الله بالبشارات العديدة وفي المواقف المختلفة، فبشارة الله لهم طمأنينة نفس لهم. وفي هذه الآيات أن وعد الله صادق، وأن ما تكلم به من الوعود لا بد ولا محالة واقع، ولكن قد يكون أو قد يتخلف قليلا ويتأخر لحكم يراها جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بأن النجاة يوم القيامة بيدي رب العزة والجلال، وحينئذ نستشعر أن الفوز العظيم يكون بدخول الجنان مع ما في ذلك من أنواع النعم التي يحصلها المؤمن في جنان الخلد. وفي هذه الآيات أن تهجم الكفار على الإسلام سيستمر وسيبقى إلى قيام الساعة، وأن الحملات التشويهية المغرضة لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين ستستمر ولا محالة. وحينئذ على العبد ألا يحزن بسبب ذلك، ولا أن تنكسر نفسه بسبب هذا، بل عليه أن يعلم أن هذا لا يضيره شيئا ولا ينقص من مكانته عند الله جل وعلا، وبالتالي لا يحزن المؤمن لما يرد من هذه المقالات الفاسدة. وفي هذه الآيات التذكير بأن العزة ورفعة الشأن بيد رب العزة والجلال، يهبها لمن يشاء من عباده، ولذا من أعرض عن الحملات المغرضة واستمر في دعوته إلى الله فإنه سيكون من أهل هذه الآية: إن العزة لله جميعا. وفي هذه الآيات إثبات أن العزة ورفعة الشأن والمكانة بيد الله، يهبها لمن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات التذكير بعموم ملك الله لجميع ما على الأرض، فكل ما في هذه الأرض ملك لله، ومن ذلك أنتم أيها الناس، أنتم مملوكون لله جل وعلا. فإن قال قائل: نحن في حرية فكيف نكون ملكا لله؟ فنقول: أوجدك من العدم بغير اختيار منك، وهذا فيه دلالة على أنك مملوك له. ثم رباك بنعصنه في النعم من غير اختيار منك. ثم انظر إلى بدنك الذي فيه الموازنات العظيمة، لو نقص قليلا لتأثر، ولو زاد قليلا لتأثر، نسبة الأكسجين بنسبة محددة لا تزيد ولا تنقص، ونسبة السكر، نسبة الضغط، نسبة المياه، نسبة ما في البدن من أنواع ما يعيش به البدن بنسبة محددة لا يزيد ولا ينقص. ثم انظر إلى فضل الله عليك في هذا البدن، كم من نعمة تؤديها وظائف هذا البدن، فهذا البصر وهذا السمع وهذا الفم الذي يأكل، وهذه الكبد وهذه المعدة وهذه الكلى مع وظائفها المتعددة الكثيرة. ثم انظري إلى بدنك، كم لله فيه من مفصل، وكم فيه من عصب،
وكم فيه من عضلة، وكم فيه من لحم، وكم فيه من دم، وكم 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 من فضائل الله جل وعلا. من الذي يصرفها؟ ومن الذي يحركها؟ ومن الذي يجعل بدنك حينما ترد إليه شيء من المكروبات يبادر إلى نفيها ومحاربتها بدون علم منك وبدون اطلاع منك على هذه الأمور؟ فحينئذ تعلم أن المدبر لك هو الله، وأن المالك لك هو الله جل وعلا. ومن ثم نستشعر أن الله هو المتصرف فينا فضلا عن حوادث الكون الأخرى. هذا بالنسبة لله. وأما بالنسبة لما يعبد من دون الله فهي لا تنفع نفسها ولا تتصرف في نفسها، فكيف تتصرف في غيرها؟ هذه الأصنام التي تعبد، وهذه الأبقار التي تعبد، وهذه الأحجار التي تعبد، وهذه الأشجار التي تعبد، وهؤلاء بنو آدم الذين يعبدون، وهؤلاء الملائكة لا يملكون شيئا وليس لهم من الملك ذرة شعرة، فكيف يجعلون لله شركاء وهم لا يملكون أدنى شيء في أنفسهم فضلا عن غيرهم؟ وبالتالي يستشعر الإنسان أن العبادة الحق لله وحده، وأنه ليس من العقل ولا من الفطرة ولا من الدين ولا من الشكر للنعم أن تصرف العبادات لغير الله جل وعلا. وهؤلاء الذين يعبدون هذه المعبودات إنما يسيرون على مقتضى ظنون كاذبة. وفي هذا نهي الإنسان عن اتباع الظنون غير المستندة إلى الأدلة. وفي هذه الآيات أن التصرف في الكون لله وحده، ومن ثم يجب أن يفرد الإنسان ربه بالدعاء، فلا يدعو أحدا سوى الله، فهو سبحانه المتصرف في الكون، وهو الذي وعد بإجابة دعاء الداعين. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يتحرز في أمور دينه، فلا يسير في شيء من ذلك إلا على وفق دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أسبغ الله عليكم نعمه وبارك لكم في أرزاقه، وأدر عليكم خيراته، وجعل عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم ابسط لهم في أرزاقهم، وأصلح لهم في ذراريهم، واجعل العاقبة الحميدة لهم. اللهم كف أعداءهم عنهم، اللهم ألحق بأعدائهم الخسارة والبوار. اللهم يا حي يا قيوم تولى إخواننا في فلسطين، اللهم أشبع جائعهم وأكس عاريهم وآوي مشردهم واشف مرضاهم وجرحاهم، وكلهم مؤيدا نصيرا بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعلهم من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح. اللهم وفق ولاتنا في هذه البلاد، وبارك فيهم، وجازهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.